البيض بطل مائدة الفطور منذ عهد الحضارات القديمة وفقا لخبراء التغذية، فتناوله يوميا يحقق بعض التغييرات الإيجابية على الجسم. أولا، تناول البيض بأشكاله المختلفة في الصباح يمد الجسم بالطاقة والنشاط حتى ولو تناولت بضع بيضات دون فطور كامل. الفائدة الأخرى، التركيز على عنصر الكولين الموجود في البيض يدعم صحة الدماغ بما في ذلك الإدراك، كما يوفر تواصلاً أقوى بين خلايا الدماغ والذاكرة. تصوروا أن تناول البيض بشكل يومي يمكنه أيضاً تحسين المزاج، والسبب نتائج دراسات تربط أوميغا 3 الموجودة في البيض مع تحسن الصحة العقلية. أخيراً، البيض مصدر جيد لمضادات الأكسدة، اللوتين والزياكسانسين هي مهمة جداً لصحة العين ويقللان من خطر الإصابة بالالتهابات أو بالتهابات العين المزمنة خاصة عند كبار السن.